طيب المثال بدنا نحله الآن هو متعلق بأنه إحنا بدنا نعمل نموذج. نموذج هذا بدنا نخلي المستخدم يدخل نص، والمطلوب إنه أنت بدك تعد الكلمات اللي موجودة في النص هذا وتطلع لي جدول كل كلمة وتكرارها. تمام؟ فبالتالي خلينا نعرف هنا. نعم، اسمها word count، وفي انا عندي دالة وهنا بدي اخذ الريكوست والرندر تمبليت. نعمل return لرندر تمبليت، وهنا بدنا نعرف صفحة word count html. تمام. طبعا خلينا ننشئ انفورم، نجهزه في الأول. نروح هنا في التمبليت، هذا الكلام أنا بديش أضلني أكرره، الهيد والتايتل، وبدي أعمل اكستند من ماستر موجود عملناه سابقا إحنا. ف اكستندز لآخر واحد ماستر 002، بدنا نحكي له إنه البلوك اللي بده يتعبى في الماستر هي البداية تبعته هنا، بلوك كونتنت، والنهاية تبعته هنا. اند بلوك. تمام. حكيت بدنا نعمل فورم احنا، والفورم هذا انه الميثود بوست و التايب او الاكشن الاتريبيوت هو اكشن بنسيبه فاضي لانه احنا حنعمل سبميت بوتن. تمام. وبعديها هنا بدنا نعرف مش تكست انبوت، بدنا نعرف تكست اريا. عارفين ايش الفرق بين التكست اريا والانبوت؟ تكست اريا بتكون مربع نص مستطيل تقدر تدخل فيه مالتي لاين تكست. فتكست اريا. تمام. وبدنا نحدد هنا الاتريبيوت، بدنا نعطي له نيم طبعا، اسمه ماي تكست مثلا، والروز قديش عددهم، كم سطر، 10، والكولومز 10، 10 في 10. اوكي. ممكن نحط بليس هولدر نو انتر يور تكست هير اند اي ويل كاونت. طبعا انت ممكن انه انت تشوف الفورم تبعك اول باول، هذه شغله كثير كويسه عشان تتاكد انه الامور تمام. طبعا هذه لانه الصفحه ستاتيك عرضناها ستاتيك. تمام. وهي هذا واضح انه 10 لا ما بتكفيش، فبدنا نوسعه، بدنا نوسع عدد الاعمده، نحطها مثلا 30 او 40. طلعت معي 50 whatever. هيك مناسب. تمام. بعديها خلص هيك الفورم خلص له اسم و وحدد
حددنا البليس هولدر، انا مهمني اكثر شيء الاسم الان، انه هي حددنا انه نيم ماي تكست بهذا الشكل. ممكن نعمل الشغله هذه انه عشان نحتفظ بالنص، بس خليني اورجي لك اياها لاحقا. والان بضل انا عندي هنا انبوت، الانبوت هذا راح يكون عباره عن باتون، يبقى التايب سبميت، وهنا كمان مره تشوفوا بروح بحط لك الديفولت تكست هنا سبميت كويري. احنا بدنا نغيره، بدنا باستخدام فاليو، واحنا نقول له هنا count words. تأكد تمام بالضبط في جدول تحت، يعمل ريندر تحت في جدول. تمام هيك انا عندي الفورم جاهز. الان بدي ارجع هنا على الفورم وبدي اقول له انه احنا والله هذا في الفورم بنشتغل في ميثود post get و post. تمام بدي اعرف هنا الديكشنري اللي انا بدي اعد فيه word او counts، هذا عبارة عن ديكشنري فاضي، وبدنا نعمل render للcounts بتساوي الcounts. طبعا انا بدي اخد النص اللي موجود في text area، باخده في البوست ولا في الجيت؟ في البوست. فبقول اف ريكويست دوت ميثود بتساوي بوست، ساعتها بقول انه تكست بيساوي ريكويست دوت فورم ايش اسمه كان؟ ايش اسمه؟ كان التكست اريا ماي تكست، صحصحوا معي. طبعا هنا بدي اتاكد انه النص انه مش فاضي، فبقول اف تكست، ساعتها بعمل عمليه الكاونت. كيف بعمل عمليه الكاونت؟ فور فورورد ان تكست دوت سبليت. طبعا هذا النص اذا كان فاضي بيكون هذا شرط فولس. تمام فبالتالي انه مش راح يدخل ويعد. فكيف العد؟ الجمله تبعتها مرت علينا مرارا وتكرارا، counts of the word بتساوي counts get word 0 زائد 1. فبالتالي اذا ما كانش موجود بيرجع 0، بنضيف عليها واحد، فبالتالي بيصير إضافة هنا إنه الكلمة هذه مرت علينا أول مرة والكاونت تبعها واحد، كانت موجودة بيرجع لي الفاليو وبنزود عليها واحد وبصير هنا أبديت. خلي بالك إذا كان رجع زيرو بتصير العملية إضافة لأنه الإنتري هذا مش موجود. كان الإنتري موجود بنزود عليه واحد فبتصير العملية أبديت على الفاليو لهذا الكي. هيك خلص الكاونت، يفترض انه انا مريره هنا. هجيت إلس ممكن اعمل شغلة اسمها لا بدون تراي، لانه هذه انه هاي هنا اف تكست انه زي هيك، اذا كانت ترو إلس حيكون فولس. تمام فبالتالي هنا بدنا نحط له رساله، بس انا متحير كيف بدي امرر له الرساله هذه هنا. فالرساله بدها تكون او انه خلاص هو حيعمل ريندر لديكشنري فاضي مش خلاف يعني، فممكن انه ايش بيطلع انا عندي الجدول فاضي مش خلاف، ما فيش انا عندي اخطاء. فالكود جاهز صار من ناحيه
بايثون ابلكيشن، هجيت بدنا نرجع على الفورم وبدنا نعمل ريندر للريزلت. ساعتها بقول له هنا اف كاونت، اف كاونت اذا كان الدكشنري فاضي حيصير فولس ومش حيتنفذ هذا الشرط. وهنا اند اف، هنا طبيعه الحال بدي اعرف التيبل بدي اعرف الترويسه تبعته، من ايش مكون؟ من عمودين اللي هو الكلمه وتكرارها. هنا word وfrequency أو الكاونت. بعدها هنا بدنا نلف على الدكشنري ونعبي البيانات صف صف. فهنا for word frequency n key value n counts.items. وقبل ما انسى بسكر int 4. طبعا بدي اعبي هذا الكلام في table row، بدي اعبي table data table data table data. word نعم td th table header، header فوق في الترويسة، td table data، وكمان الفريكوانسي هيك. تمام، هذه int f يا جماعة. لا شكله انا عامل int 4 مرتين. اوكي هيك تمام. خلينا نشغل stop. اسم الصفحة word count، طبعا هذا اجى من الماستر وهذا اجى من الماستر بهذا الشكل. هنا بدي ادخل نص احمد likes احمد لايكس بايثون. خلاص خلاص غيرنا البايثون، وعشان هو بحب البايثون احمد رايتس بايثون كود افري داي. تمام، انا بدي انسخه لانه النص هذا حيروح. طيب تعمل كاونت، فبجيب لك هنا الوورد احمد ثلاث مرات، لايكس مرتين، بيتزا مره، بايثون اثنين، وهكذا للاخر. لاحظ انه النص اللي انت دخلته راح. كيف بدك تحتفظ فيه؟ بدك هنا في الفورم انه في التكست اريا هنا تقول له انه كود بايثون request.form slash my text. نعم يعني اعمل لك restart.
تمام، هاي بضله محتفظ بالنص، بس هو يفترض انه هذه احطها هنا، بس انه حطها هنا عشان ما ينزلش هو سطر جديد، فهذه بدي ارجعها هيك، وهنا خليه هو لوحده يرتب. تمام، هاي بضله نفس الشيء. هاخد اسمك هالقيت بس خلص. طيب هالقيت اللي بدي احكي لك اياه هنا، لو انا غيرت هذه الاخيره، ركز معي، حطيت هي رايتس، فايش بتصير؟ احمد مرتين ولايكس مرتين وبايثون مرتين. تمام، لو قلت لك انه انا بدي الكلمة الاعلى تكرار، انه احنا نجيبها هنا، الكلمة الاعلى تكرار اللي هي most frequent، ايش بدها تساوي؟ كيف بدنا نجيبها؟ بدنا نعمل sort للديكشنري، بس نقلب بالضبط هنا sorted the list، في الليست هذا ايش بدي اعبي؟ v k for k v n counts dot items. طبعا بدي اجيب الاكثر تكرار، معنى ذلك انه السورت هذا reverse بتساوي true. تمام، طبعا انا بدي كلمه واحده اللي هي اول كلمه اللي لها اعلى تكرار زيرو. تمام، وهذه برضه بنعملها بالضبط، بنمرر هاي بتساوي most frequent. وهنا بعد التيبل تمام بنقول له هنا في باراجراف وخليها في اتش 3 خلص اريح، بقول له انه الموست فريكوينت اي سلاش لايش؟ موست فريكوينت وورد موست فريكوينت. خليني اخذ النص هذا امسحه، وهين كيف نعمل ريستارت. هذه يفترض انه تكون اف تكست من البدايه مع هاي هنا، بس الانتنديشن تبعها لانه ماخذ الدكشنري هو فاضي. اوكي،
هنا عشان السكوب تبعه، فهنا بنعرف انه الموست فريكوينت تساوي طيب، وبنرجع هذه أحمد. هنا الأكثر تكرار إيش؟ أحمد. تكرار تبعها ثلاثة. كيف؟ ما هي اللي أنا بدي أعمل لك إياها، هذه لو أنا غيرتها هي. تمام؟ عندك أحمد مرتين، لايكس مرتين، وبايثون مرتين. فهتطلع احمد ولا لايكس ولا بايثون؟ احمد. طب لو قلت لك انت بتعمل ريفيرس بتساوي ترو. هجد في حال الترتيب في التابلز في حال تساوي الكي بالضبط، وانت مرتب ريفيرس ترتيب عكسي، فبالتالي بايثون. لو كان انه انت سبته بنفس الترتيب برتب ترتيب الفابيتك بنصير احمد A هي في الاول وبعديها L وبعديها B تبعت البايثون، لكن ريفيرس بتصير البايثون هي اللي نعم. لا مش النتيجة الثانية، انه هو اصلا بيعكسهم. تمام، فبتصير البايثون هي اللي في التوب. تمام، واخد بالك؟ لو جبت لك اياه في اختيار متعدد. كيف؟ هاي اكتب عندك نص السؤال هذا. تمام؟ نص السؤال هنا. اكتب برنامج. مش اكتب برنامج، هلقيت صار التفصيل انه اكتب فلاسك app that takes a text in a web form. هيني بكتب على ال ايوه مكتوب، حاحكي لك اياه بالعربي بس اصيغه بالاول. استنى، in a web form and count the words and render the counts in a table in HTML template. طيب هنا بالعربي راح يكون اكتب تطبيق فلاسك ياخذ من مستخدم نص من خلال نموذج HTML، نموذج ويب، ويقوم بعد كلمات وعرض الكلمة وتكرارها على شكل جدول في قالب ويب. ويب انا اقصد فيها هنا ال HTML، بس بديش اكتب HTML عشان الالاينمنت تبع التكست. ماشي.
أو ممكن أقول لك إنه مثال كالكوليتر، إنه أكتب برنامج إنه بياخد رقمين من خلال نموذج ويب وبعمل عليهم كذا وكذا وكذا وبرجع نتيجة للمستخدم بغض النظر يعني إنه إيش العملية شو هي. بالضبط، فأنت هكذا لما تيجي تكتب ليش كل الابليكيشن تمام، إلا إذا أنا طلبت منك بدك تكتب هذه الجزئية بس في الفلاسك ابليكيشن، بدك تكتب هاي الجزئية تمام، وفي الاتش تي ام ال ايش بدك تكتب؟ تقعدش تكتب لي تايتل مش حدي لك عليها علامات، تايتل وبادي ومش عارف ايش مش حدي لك عليها علامات، ايش بتبدا هنا بالفور؟ هذا اللي مش عارف بدك تتمرن عليه. هاي الانجليزي بتلزمك عشان ما بدورش على الستايلز في الامتحانات. تمام، بحط لك اياه، حط لك اياه هنا اصلا في شو اسمه في 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 باراجراف يعني هنا ثواني. حط لك النص الانجليزي هنا هذا السؤال بالانجليزي وهي السؤال بس هنا بدي احدد انه dir بتساوي right to left، شو بالتالي هنا حكيت هنا في الباراجراف انه الديفولت left to right شمال لليمين، فانت قلت له انه من اليمين للشمال عشان يعرض الاتجاه النص بشكل صحيح. تعمل لكل الدوكيومنت، لكن هنا للباراجراف هذه تحديدا انت طبقتها بس على الباراجراف هذه تحديدا تمام، يبقى الباقي كله ليفت تو رايت ما عدا هذه رايت تو ليفت. فهنا لما تيجي تعرض الصفحه في انت عندك نص السؤال هو بعرضوش لنا بالمناسبة، خليني أعمل في ديفيجن أحسن. فهنا بدي أعمل ديفيجن وحيكون هيك يفترض إنه يعمله في ديفيجن، بتطبقه في ديفيجن أفضل. نعم ديف كيف؟ طيب هو عامل اتجاه تبعه بس خلينا نعمل alignment align right. هيك تمام، انت عملت اتجاه النص والالاينمنت كمان. هاي نص السؤال تمام.